أهلا بكم مرة أخرى. بعد أن أنهينا سويا القسم الأول من هذه الدورة وهو قسم التمهيد لصناعة المبادرات التطوعية المستدامة، نأتي الآن وننتقل إلى القسم الثاني وهو من أهم الأقسام في هذه الدورة وهو قسم التواصل. قبل ما نبدأ بهذا القسم لابد أن نعرف ما هو التواصل. لما نقول نحن نبغى نتواصل، التواصل هو عملية تفاهم، عملية توافق، عملية التزام بين طرف وآخر، جهة وأخرى، مؤسسة وأخرى، أو ممكن بين شخص ومؤسسة، أو ممكن بين فرد ومؤسسة وغيره. غالباً عملية التواصل هذه ما تكون بين مرسل ومستقبل ويتبادل الأدوار ما بينهم، وغالباً يتم هذا التواصل بأن يرسل هذا المرسل رسالة أو محتوى أو معلومة إلى هذا المستقبل. أي خلل في هذه الرسالة ممكن يؤدي إلى خلل كبير في المشروع أو في أداء المهمة المنوط فيها. لذلك خصصنا جزء كامل في هذه الدورة لعملية التواصل. في مثل حالتنا، مثل ما نعرف نحن الآن نصنع مبادرات تطوعية مؤسسية مستدامة، فلابد أن نعرف أن عملية التواصل لتقوم فيها هذه المؤسسة أو هذه الجهة لتصنع هذه المبادرة تنقسم إلى قسمين: إما تواصل داخلي مع الأعضاء والموظفين وغيرها من الأشخاص المعنيين داخل مؤسستها وهيكلها المنظومي، أو تواصل خارجي مع جهات ومؤسسات وشراكات وغيرها. فلابد أن نحرص كل الحرص أن يكون عملية التواصل الداخلي والخارجي جدا واضحة وصريحة وأيضا جدا شفافة وبأفضل الطرق والوسائل الممكنة. كل ما كانت عملية التواصل مع الجهات الداخلية أو الخارجية باختلاف وسائلها واضحة وفعالة، كل ما كان آلية إنجاز المشروع وآلية تقدم المشروع وإتمامه أكبر بالنسبة للمنظمة. حناخذ بالتفصيل الآن كيف ممكن نعبر عن التواصل الداخلي وأهم محاور، وأيضا التواصل الخارجي وأهم محاور. كونوا معنا.